في خطوة مفاجئة وفي ساعة تسبق الفجر اخترقت وحدات الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية مشعلة توترا جديدا في المنطقة. دوي الطائرات الحربية كان واضحا، استهدفت خلالها 5 قرى في جنوبي البلاد، بينما تقدمت الدبابات عبر التضاريس الوعرة تاركة خلفها آثارا واضحة للتصعيد العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. عيون السكان المحليين كانت تتراقص بين الخوف والترقب، حيث شهدت القرى الحدودية حشودا من القوات التي تغلغلت في عمق الأراضي اللبنانية وسط حالة من التأهب والاستنفار على جانبي الحدود. وفي خضم هذا التصعيد كانت صافرات الإنذار تدوي في القرى الجنوبية لإخلائها من المدنيين، حيث سارع الأهالي إلى الفرار مع تزايد حدة الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. أصوات القصف المتبادل مزجت أصداء الخوف في نفوس المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين النيران. في المقابل كانت القوات الإسرائيلية تستخدم الأسلحة الثقيلة والمدرعات في محاولة لبسط سيطرتها على النقاط الاستراتيجية، بينما حلق الطيران العسكري الإسرائيلي على ارتفاع منخفض مرسلا رسائل تحذيرية عبر السماء. وفي هذا المشهد المتوتر لم تكن الوساطات الدولية سوى صدى بعيد وسط صخب المعارك، إذ دعت بعض الدول إلى ضبط النفس في حين بقيت الآفاق السياسية مغلقة أمام أي حلول سلمية تلوح في الأفق.